إذن وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، مع قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، كيف انعكس ذلك على مؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا يعني أعلن الفيدرالي الأمريكي عن قراره بالأمس برفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية ليستقر معدلات الفائدة الأمريكية الآن عند أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وبالرغم من التراجعات التي شهدها الدولار الأمريكي عقب القرار مباشرة، إلا أن الأسواق العالمية عانت من تقلبات قوية خلال تداولات أمس، حيث أكد الفيدرالي الأمريكي ومحافظ الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب القرار أن البنك يعني بحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة في 2023 في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأكد البنك بالأمس على ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة لمستويات أعلى قد تستقر عند 5.5% في 2023، في الوقت الذي يعني تستدعي فيه الأوضاع للمضي قدما رفع الفائدة، على عكس ما كانت تتوقعه الأسواق، حيث كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي بالأمس في إعطاء دلائل وإشارات على احتمالات أن يكون هناك تباطؤ في وتيرة التشديد النقدي الفترة المقبلة، ولكن باول أكد بالأمس على أنه من الضروري الاستمرار في رفع الفائدة بوتيرة قوية أو مع الاستمرار في رفع الفائدة بالوتيرة الحالية في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لا يزال يستقر عند مستويات 7%، واللي هي تعتبر مستويات بعيدة جدا عن الهدف أو الأهداف المرجوة عند يعني 2%. وبالتالي مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية الآن يستقر عند مستويات 103، وعلى الرغم من التراجعات التي عانى منها في الفترة الماضية، ولكن البيان يعني الصادر بالأمس والتوقعات الاقتصادية في 2023 قد تدعم عودة من جديد لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية. حتى وجدنا أن الدولار مع بداية تداولات اليوم يعني يشهد ارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. نعم، أيضا أمان، اليورو في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، ما هي توقعات لتحركات اليورو مقابل الدولار وكذلك أيضا الجنيه الاسترليني، خصوصا بأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي سيتزامن أيضا مع بنك إنجلترا المركزي؟ طبعا اليوم نرتقب العديد من اجتماعات البنوك المركزية الهامة، طبعا على رأسهم البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، والتوقعات الآن تدعم رفع لكل منهما بواقع نصف نقطة مئوية، طبعا في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار سواء في بريطانيا مع ارتفاعات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عقود، أو في المنطقة اليورو مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة. وبالتالي رأينا أنه في الفترة الماضية بدأت نوعا ما تلك العملات في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي، ولكن لما سيؤثر على تحركات اليورو والجنيه الاسترليني اليوم هو البيان المصاحب للقرار وتصريحات المحافظ البنوك وتصريحات طبعا كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي، حيث أن أي دلائل أو إشارات على احتمالات أن يكون هناك تباطؤ في وتيرة التشديد النقدي قد يتسبب في الضغط على اليورو، ولكن هذا الأمر يعني قد يكون مستبعدا الآن، حيث أن يعني بعد بيان الفائدة الصادر من بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن الأسواق تتأهب لمزيد من رفع الفائدة لبقية البنوك المركزية. بنك إنجلترا، وعلى الرغم من أنه كان من أولى البنوك المركزية التي رفعت الفائدة منذ بداية العام الحالي، إلى أنه حتى الآن لا يزال يفشل في السيطرة على الأسعار، وهو ما قد يدعم المضي قدما في وتيرة التشديد النقدي، ولن يكون آخر اجتماع لرفع الفائدة. أيضا البنك المركزي الأوروبي بدأ بالفعل في يعني رفع الفائدة متأخرا طبعا عن بقية البنوك المركزية، ولكن رفع الفائدة 3 مرات متتالية، مرتين منهم كان بواقع 75 نقطة أساس، طبعا ساهم نوعا ما في استقرار اليورو مقابل الدولار، وبالتالي يعني ما سيؤثر على تحركات اليورو والجنيه الاسترليني، هل سيوصلان الارتفاع أم أنه سيعود للتراجع من جديد مقابل الدولار، سيتوقف على البيان المصاحب للبنك طبعا والتصريحات من قبل يعني محافظي البنوك المركزية. نعم أمان، إذا ما انتقلنا نحو الين الياباني، يعني في ظل رفعات متواصلة من الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وعدم تحركات مماثلة من البنك المركزي الياباني، ما هو المتوقع للين مقابل الدولار في ظل هذه المعطيات؟
طبعا الين الياباني كان من اكثر العملات التي تضررت طبعا في 2022، لان بنك اليابان كان يصر على الاستمرار في السياسه النقديه التوسعيه ومعدلات الفائده السلبيه التي تضغط على قيمه الين الياباني، حيث انه وصل لادنى مستوياته منذ التسعينات مقابل الدولار الامريكي، وكان يقترب من مستويات 153 ين لكل دولار. على الرغم من تعافي الين من جديد ويعني محاوله البنك الياباني والحكومه في التدخل أكثر من مرة والسيطرة على انهيارات الين الياباني، ولكن ارتفاعات الين الياباني ليستقر الآن عند مستويات 136 ين لكل دولار هو يعود بشكل رئيسي لتراجعات الدولار الأمريكي، وليس طبعا ارتفاعات الين الياباني أو تعافي الاقتصاد الياباني. الوضع في اليابان لا يزال يستدعي الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية كما أشار بنك اليابان وكما أشار محافظ البنك كرودا، حتى أنه لو بدأ يعني في تغيير سياسته النقدية فسيكون رفع فائدة بوتيرة قليلة جدا مقارنة مع الفيدرالي الأمريكي الذي يؤكد على الاستمرار في رفع الفائدة. وبالتالي بعد بيان الفائدة بالأمس قد يعود الدولار الأمريكي لو فعلا البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة أكدت على تعافي وتماسك الاقتصاد الأمريكي كما أكد على هذا محافظ الفيدرالي بالأمس، سيكون هذا يعني داعم قوي لعودة ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الين خلال أيضا عام 2023. نعم، أماني رشيد محللة أسواق مالية في إكويتي جروب كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.